الحمد لله، الحمد لله الآمر بطلب رضاه، المتفضل برضاه عمن شاء من خلقه. أحمده سبحانه على آلائه، وأشكره على نعمائه، وأستغفره وأتوب إليه من سخطه وعقابه. أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو يثيب على القليل بجزيل عطائه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وأشرف أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل ملته، وسلم تسليما كثيرا ما قصد المسلم بطاعته رضا ربه. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله في الخلوات والجلوات، فإنها خير ما يتنافس فيه المسلمون والمسلمات، وأعظم ما يدخر ليوم آت. فما أفلح من اتقى ربه ففاز بأعلى الجنات، وما أتعس وأشقى من خالف أمر ربه واتبع الشهوات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ألا فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، إن المسلم الحقيقي هو الذي لا يلتمس بأعماله كلها غير رضا الله. المسلم الحقيقي هو الذي يصلي لله ويصوم لله ويزكي لله ويحج لله ويتصدق لله ويصل رحمه لله ويأمر وينهى لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإن من أعظم المظاهر المدمرة التي انتشرت في هذه الآونة الأخيرة والأمراض الفتاك المعدية التي طفحت في كثير من المجتمعات، أن كثيرا من الناس أصبحوا يراقب بعضهم بعضا ويعمل بعضهم من أجل إرضاء البعض، وهذا يظهر في هيئاتنا وفي لباسنا وفي أفراحنا
وفي أطراحنا وفي غير ذلك من العادات والعبادات. وللأسف الشديد كثير منا يحاول أن يظهر بهيئة طرد الآخرين، ولا يهمه إن كان الله يحب هذه الهيئة أم لا. وكثير منا يلبس من أجل الآخرين، ولا يهمه إن كان الله يحب هذا اللباس أو لا. وكثير منا يأكل ويشرب إرضاء للناس فيصور الطعام ويصور الشراب ويظهر ذلك للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثبت أن هذا المرض مستشري في كثير من الناس، وهو مرض إرضاء الناس وطلب التقرب إلى الناس وعدم الانتباه إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ويشتد الأمر عندما يصل هذا المرض إلى داخل العبادات التي هي من محض القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيصلي الإنسان للناس ويجود القرآن للناس وينمق في المواعظ والخطب للناس، وربما حج وصام للناس، وهذا يظهر عندما تشاهد من يبث صلاته للناس، وربما بكاءه في صلاته للناس، والآخر يبث قراءته للقرآن للناس، والثالث يبكي من أجل الناس. إن هذا المرض يرعاكم الله مرض خطير إن لم يجعل الإنسان له حدا فسيحبط عليه عمله، ويأتي يوم القيامة خاوي الوفاق، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد حذر الله عز وجل من هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول سبحانه وتعالى محذرا المتصدقين بصفة خاصة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إن إرضاء الناس يرعاكم الله كما قال الشافعي رحمه الله غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فاحذر أخا الإسلام أن تقصد بعملك غير وجه الله عز وجل فتكون من النادمين. قال الله عز وجل: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وذكر الله عز وجل من صفات المنافقين قولهم:
في سورة التوبة ورد عليهم بقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد أي مات شهيدا فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد فيقال قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب بوجهه إلى النار ثم يؤتى برجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه قال صلى الله عليه وسلم فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيقال له ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب بوجهه إلى النار ويؤتى برجل آتاه الله من أصناف المال آتاه الله من أصناف المال فعرفه نعمه فعرفها فقيل له فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه قال فيقال ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل ثم أمر به فسحب بوجهه إلى النار عياذا بالله هذا جزاء من يعمل من أجل إرضاء الناس يأتي يوم القيامة فلا يجد عملا ثابتا له في ميزان ولا يجد عملا ثابتا له في كتاب فيندم على ما كان يفعل في حياته ولقد أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة رضي الله عنها وهي في المدينة أرسل إليها كتابا وقال لها أوصيني ولا تكتبي علي فقالت له عائشة رضي الله عنها بعد أن قرأت كتابه وردت عليه بقولها سلام الله عليه أما بعد فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والسلام والحديث رواه الترمذي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن العاقل اللبيب هو الذي يحرص على حسناته لتبقى سالمة
حتى يجدها عند الله عز وجل. وقد حذر الله عز وجل من عمل الحسنات وعدم المحافظة عليها، فقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولم يقل سبحانه من عمل الحسنة، فقد يعمل الإنسان حسنة ثم تذهب سدى ولا يجد لها أثرا في سجل حسناته يوم القيامة، فتذهب سدى. لذلك قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإن العاقل الذي لا يرعاه الله هو من يحرص على رضا الله، وإن ذمه الناس وإن تكلم فيه الناس وإن قال عنه الناس، الذي يهمه هو رضا الله سبحانه وتعالى. وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، ما أحد من ألسن الناس سالما، لا يسلم أحد من كلام الناس. المعتبر أن تسلم من غضب الله ومن عقاب الله. أما الناس فإنك لا تزال تعيش بين مادح وناصح وقادح، ما دمت حيا فإنك ستجد في حياتك إما مادحا وإما ناصحا وإما قادحا.